مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة أخرى من حلقات سؤال جريء. حلقة الليلة بعنوان الأكراد والإسلام. لم أكن أعرف عن الأكراد شيئا، كنت أسمع أخبارهم على التلفزيون مثل الكثيرين أمثالي حين كانت هناك مواجهات بينهم وبين صدام حسين. كنا نسمع أنهم في شمال العراق مشاغبون يريدون الحكم الذاتي لأنفسهم، انفصاليون يسببون المشاكل للعراق الشقيق. كنا نسمع أسماء مثل طالباني وبارزاني ولا نعلم بالضبط لماذا هناك خلاف بينهم. الخلاصة أننا لا نسمع عن الأكراد إلا المشاكل، لا نسمع من هم ولا تاريخهم ولا أديانهم ولا أسباب مطالبتهم بالحكم الذاتي ولا حتى تاريخهم مع الإسلام. الإعلام العربي لا يريد إثارة الموضوع لأن أي ذكر له يجر معه متاعب كثيرة. وتحت غطاء وستار عدم إثارة الفتنة أو درء الفتنة يدفنون تاريخ شعوب بأكملها. برنامج سؤال جريء تعود طرح الأسئلة الجريئة، ليست أول مرة نتحدث فيها عن الأغلبيات التي تعامل معاملة الأقليات مثل الأمازيغ في شمال إفريقيا والأقباط في مصر وأيضا معاناة الأرمن في تركيا. طبعا كل هذا وعلاقته بالدين، لذلك سنعرض اليوم واحدا من أكثر الملفات حساسية وهو ملف الأكراد والإسلام عبر التاريخ. من هم الأكراد؟ ما هي قصتهم؟ كيف تحولوا للإسلام؟ ما هي أديانهم قبل الإسلام؟ كيف كانت علاقتهم مع الإسلام في بداياته؟ لماذا لم يحصلوا على دولة مستقلة حتى الآن رغم كثرتهم؟ كيف تم استخدام الأكراد من غيرهم؟ ما هي الأخطاء التي ارتكبها الأكراد؟ أسئلة كثير. اليوم سنحاول قدر الإمكان طرح الموضوع من كل جوانبه، ما للأكراد وما عليهم، وأنا متأكد أن مادة الليلة ستفتح الكثير من الأسئلة وتنير الكثير من الأذهان. أشجع الإخوة الأكراد على الاتصال للإدلاء بآرائهم، خصوصا الذين لهم إلمام باللغة العربية حتى يسهل التواصل. أرحب بالأستاذ مجدي خليل، مرحبا بك في حلقة أخرى من حلقات سؤال جريء. أهلا بك أخي رشيد وأهلا بجميع المشاهدين. في عجالة، يعني موضوع الأكراد تقريبا شبه تعتيم إعلامي عليه طبعاً في الإعلام العربي. طبعا. لماذا؟ أنا عاوز أقول لك حاجة، زي ما أنت شرحت في المقدمة، يعني إذا كان في 1000 فضائية عربية ما فيش هتلاقي فضائية واحدة هتعرض موضوع الأكراد زي ما احنا هنعرضه بموضوعية شديدة ما لهم وما عليهم. هم عاوزين نوعين من دفن تاريخ ما قبل الإسلام، يلغوا تاريخ الشعوب قبل الإسلام، والنوع الثاني يدفنوا تاريخ الأقليات، كل الأقليات الموجودة يدفنوها كأنها مش موجودة، تذويب الإجباري للأقليات. وطبعا في أقليات كتيرة عاصية على التذويب، يعني منهم الأكراد. فموضوع الأكراد يعني من الموضوعات الهامة جدا، أعتقد أن ناس كتيرة في الشرق الأوسط هيسمعوا عليها بشكل علمي ودقيق لأول مرة في الحلقة دي. أولا حضرتك مش كردي لكن درست الموضوع من كل جوانب، أنا أشرح لماذا بالضبط يعني ضيف دون غيره. أنا زيك كان تحدي لي أن أنا أدرس الأكراد دراسة عميقة، قريت قراءة مؤلفيهم مؤرخيهم
والمؤرخين الكبار عندهم محمد أمين زكي وشرف نامة شرف خان البدليسي وغيرهم من الكتاب الأكراد. قرأت ما كتبه الرسائل الدكتوراهات والماجستيرات العربية، قرأت ما كتبه الأجانب وخاصة الرحالة والمبشرين، هم اللي كتبوا عن تاريخ الأكراد. كل هذا أبحاث ودراسات وكتب جمعتها في فترات طويلة وقرأتها بدقة وبعناية وبعين المدقق عشان نستخلص للناس يعني بعض الجوانب في هذا الموضوع الشائك. من هم الأكراد؟ الأكراد في عجالة صغيرة هم شعب من الشعوب الأصيلة للمنطقة اللي هم ساكنين فيها، المنطقة الجبلية دي اللي هي ما حاليا ما بين حتى في سوريا وحتى في العراق وحتى في إيران وحتى في تركيا. الناس دي ساكنة في المناطق دي منذ فجر التاريخ. هناك من ينسبهم إلى الإمبراطوريات القديمة جدا زي إمبراطورية كاتيوم 2500 سنة قبل الميلاد، وكاشو شعب كاشو قبل الميلاد بأكثر من 20 قرن. وهناك من ينسبهم إلى الشعوب الهندو أوروبية اللي جات وأسست فارس ومملكة المملكة مادي. إحنا دايما نقول حتى في الكتاب المقدس مادي وفارس لأن هم قريبين من بعضهم، الأمبراطورية المادي. وهم الأكراد نفسهم بيقولوا على نفسهم يعني إحنا خليط من هذا وهذاك، وإن إحنا شعب أصيل في هذه المنطقة وننتمي إلى هذا وذاك. في لما تقرأ النشيد الوطني بتاعهم اللي عملوه سنة 1938 عملوا النشيد الوطني الكردستان الحالية، بيقول كده: نحن أبناء كخسرو ده أشهر امبراطور لمادي اللي هو اسقط سنه 612 نينوى العاصمه نينوى العظيمه، وبعد ما عده اجيال من الامبراطوريه الميديه جت امبراطوريه الاخيمينيه الفارسيه، ابن اخت اخر رئيس عمل الامبراطوريه الاخيمينيه، يعني هو اتصال لبعضهم. والاخيمينيين هم كورش برضو الكبير هو اللي اسقط بابل العظيمه، دي كانت 5 قرون قبل الميلاد، يعني هم تقريبا اللي اسقطوا الفرس دول. فبيفتخروا بهذا الملك طبعا حاطينه في النشيد القومي. نحن ابناء كخسرو، ديننا وطننا، ديننا ايماننا هو الوطن، ديننا ايماننا هو الوطن. دي حاجه كويسه انا بشوفها فيهم. لا يقول احد الكرد زائلون، الكرد باقونا، باقونا كرايتنا الخفاقه. هذا جزء من النشيد الوطني. حتى كمان العلم بتاعهم، لو شفت علم كردستان تلاقي شمس صفرة. الشمس دي إشارة إلى الديانة اللي كانوا الزردشتية، هي الديانة الزردشتية المجوس. أنا جاي لموضوع الديانة. وفيها لكن واحد، فيها إشارة في العلم. طبعا في العلم نفسه 21 شعاع. الواحد وعشرين شعاع دول اللي هو عيد النيروز بتاعهم، 21 رقم مقدس كمان عند اليزيدين. فبالتالي ده معناها إن هم معتزين بهويتهم القديمة حتى في العلم وحتى في النشيد القومي. هم يمثلوا كام حاليا؟ يعني دي برضو حاجة مهمة عشان عددهم حاليا حوالي 30 الى 40 مليون. ده عدد ضخم ما بين 30 الى 40 مليون. انا سمعت بعض الاكراد لانه انا عاده بتصل بناس يعني من ابناء لو انا ادرس موضوع ابناء هذا الموضوع طبعاً. اتصل بهم طبعا. فالبعض قدر لي حتى ب 50 مليون ممكن. شوف اقول لك حاجه، ما فيش تقديرات دقيقه للاقليات في كل الشرق الاوسط لان الحكومات بتقلل منهم وما عندهمش هم اليه التعداد زي الأقباط، ما عندهمش آلية التعداد. فبالتالي التقديرات مختلفة عنها. لكن ممكن يكون العدد يعني اللي ممكن نقوله ب 30 إلى 40 مليون. 30 إلى 40. عندك 16 مليون في تركيا، حاجة ضخمة ومنطقة ضخمة من المساحة في تركيا يسكنها ده تقريبا أغلبهم. يعني حاجة كبيرة. 16 مليون. والعراق كم؟ والعراق حوالي 5.5 مليون. 5.5 مليون وسقط تعدادهم لأن دول معدودين حاليا. وحوالي 7 إلى 8 مليون موجودين في إيران، وحوالي 3 مليون موجودين في سوريا، و2 مليون في أوروبا لوحديها. ودي لها حكاية هنقولها في الطريق. فده فيهم كمان شخصيات شهيرة. في شخصيات شهيرة نشأت أكراد وتعاملت كأكراد ومن داخل المنطقة الكردية، وفي نشأة أكراد شهيرة رحلت إلى أماكن أخرى واشتهرت بس هم جذورهم كردية. فبس اللي كانوا أكراد صلاح الدين الأيوبي يعني نشأ في المنطقة الكردية، وبعد كده هو وراح وعمه راحوا في محمود زنكي، وبعدين هو بعد كده عمل الأيوبيين الدولة الإسلامية الأيوبية. هي ليست دولة كردية ولكن أسسها كردي اللي هو صلاح الدين الأيوبي.
في مثلا جلال طلباني رئيس العراق الشهير ده، وحسني الزعيمة رئيس، دول أكراد أكراد. ابن تيمية يعني نشأ في ولد في منطقة كردية في تركيا، ما تركيا متداخلة مع بعضها، ورحل إلى سوريا. ابن تيمية طلع كردي؟ ابن تيمية. صلاح الدين الأيوبي مش أقل تعصبا من ابن تيمية على فكرة، يعني الناس طبعا متعصب جدا. وابن تيمية طبعا هو زعيم الإرهاب، منظر الإرهاب في التاريخ الإسلامي كردي. عندهم يعني ناس، ابن الأثير أحمد شوقي بينسبوا أن محمد عبده الإمام المصري، محمد عبده شيخ الأزهر، أحمد شوقي أمير الشعراء، السهروردي اللي هو المستشرق الشهير، يعني سعاد حسني، وكثير كثير صراحة شخصيات كردية كثير. ولكن أنا سمعت حتى العقاد، العقاد العقاد وقاسم أمين وعباس محمود، عباس محمود العقاد. بس الناس دي بقى أنا ما أعتبرهاش أكراد. ليه بقى؟ حتى إذا كانت هم أكراد في جنسهم، لكن هم كبروا في ثقافة وجنسية وبتاع، يعني يعتبروا ينسبوا إلى البلاد اللي يعني حتى العقاد ما يقدرش يقول إن أنا كردي، ولا يرضى يعلن عن كرديته ولا غيره، ولا هو ولا غيره، ولا الناس دي، ولا أحمد شوقي. ويمكن لذلك لم نسمع بأصولهم. هم طبعا عشان حساسيتهم للمشكلة الكردية وعاوزين يفتخروا بوبي، تابعوا كل جذور كل كردي. في كتير مشاهير انا ما اقدرش احصيهم بصراحه، وحتى الكواكبي اللي هو بتاع طباع الاستبداد كتير قوي قوي ناس كرهت. طب يعني من خلال قراءتك لكل الكتب والمقالات والابحاث تقريبا المهمه طبعا اللي اتكلمت عن الاكراد، ايه سمات الشعب الكردي او سمات الشخصيه الكرديه؟ صدقني انا هقول لك 10 او 11 نقطه اللي دارس تاريخ اكراد كويس جدا 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 هيفهم ان دي مفاتيح كل حاجه عن الاكراد قديما وحديثا. اول مفتاح ان هي القبيله هي الوحده السياسيه للاكراد. لم يكن لهم، لا يعرفوا الدوله الحديثه، يعرفوا القبيله. حتى الامارات اللي اتعملت كانت عباره عن تجمع رئيس قبيله يعمل، او ملا دين يعمل اماره، عمل يعني يعتمدوا على القبيله كوحده سياسيه. هم بعد سقوط امبراطوريه مادي اللي هي سقطت بقول لك 5 قرون قبل الميلاد، لم تقم لهم دولة بالمعنى المعروف للدولة، دويلات وإمارات صغيرة. لا توجد دولة، عشان كده لا توجد حاجة اسمها حدود لكردستان. ما حدش يقدر يقول حدود، نقول الأكراد عايشين هنا في المنطقة دي، وعايشين في سوريا في المنطقة دي، وعايشين في المنطقة دي تاريخيا هنا. لكن نتحدث في الإعلام عن كردستان. كردستان دي اللي كردستان، في كردستان الصغيرة الحالية اللي في العراق، وفي كردستان الكبيرة اللي موزعة الشرقية والشمالية والغربية والجنوبية، ما هم مقسمينها واخد بالك. لكن أول حاجة القبيلة هي الوحدة السياسية. الثاني حاجة، أكتر مجموعة مسلمة في العالم اضطهدت من الإسلام. خلي بالك الاسلام اضطهد ديانات كتيره وعرقيات كتير، بس دي مجموعه مسلمه. ربما يليهم الامازيغ، بس هم قبل الامازيغ اكتر من الامازيغ اضطهدوا من الاسلام. فدي اكتر مجموعه مسلمه في العالم اضطهدت من الاسلام. ثالث، اكتر شعوب في العالم ايضا مسلمه صارت على اسلامها، صارت على الدوله الاسلاميه. الثوره يعني صاروا عصيان، انتفاضات، عصيان مسلح. اكثر من ثار على الاسلام قديما وحديثا، من عمر بن الخطاب لحد اردوغان، اكثر من ثاروا على الاسلام في التاريخ كله. النزاعات والاقتتال الداخلي عشان قبائل طبعا، دي جزء دائم عندهم، نزاعات واقتتال داخلي دائم دائم لم يغب يوما. حتى طلباني وبرزاني ما اصلحتش بينهم الا الولايات المتحده الامريكيه سنه يعني 97 بعد قتال المريرا. فبالتالي القتال لنا قبائل، والقبائل دائما من زعيم القبيله والرئاسات وكده، والكلا والمرعى والاموال، دائما النزاع. معظم أخطاء الأكراد أنا أقولها ارتكبوها تحت راية الإسلام وبتحريض إسلامي بالذات من الأتراك، ونتيجة الحماس الإسلامي وخاصة من شيوخهم هم اللي بيحمسوهم. يعني معظم أخطاء الأكراد تحت راية الإسلام، ولا أسباب إسلامية وبتحريض إسلامي ومن شخصيات إسلامية، وكل اللي خانوا الأكراد في تاريخهم هم تحت راية الإسلام. من الملة إدريس البدليسي 1512 ميلادية، إلى الملا كريكار أنصار الإسلام 2001 في كردستان. كل دول تحت راية الإسلام خانوا القومية الكردية. حتى لو في خلاف على الملا إدريس البدليسي هيجي له بعد كده، لكن أنا بعتبره إنه خانهم لصالح العثمانيين. المجموعة العرقية الوحيدة المتمركزة في منطقة واحدة، هم متمنطقين في حتة واحدة اهي،
ولم يحصلوا على دولة في التاريخ الحديث، يعني يستحقوها بجدارة بجدارة للأمانة يعني، ولم يحصلوا في تاريخهم على دولة. يكرهون تماما أن يحكمهم أي حد غريب عنهم، لأنهم قبائل يحكمهم لازم من القبيلة بتاعتهم، بيسموا أي حد غريب رومي يعني أجنبي. التركي رومي، الإيراني رومي، البريطاني رومي، أي حد غير كردي ما يحكمهمش، هو رومي، هو أجنبي، هو عدو. عصاة على التذويب تماما من الأقليات الناشفة. عصاة على التذويب. ما بيقدرش. حدش يقدر يذوب. لحد يقدر يتركهم. والدليل أنهم استمروا. طبعا لغة وثقافة وتجمعا وكل شيء. لا 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 قدروا التتريك الإجباري الفظيع عملوه فيهم ما قدروش عليهم. التعريب الإجباري الفظيع ما قدرش. الفرسنة ما فيش حد قدر يذوبهم. محتفظين بهويتهم بثقافتهم بلغتهم بكل شيء، فهم عصاة من أكثر الأقليات عصاة على التذويب، غير منفتحين على العالم. هم ناس بسيطة وطيبين وغلابة كده، وفيهم ناس همجية بس الجزء الأكبر طيب وغلبان وكده، ورعاة وغيره ما فيش فتحين على، ما بنوش ثقة بينهم وبين العالم كمان، عشان كده لم يبنوا ثقة بينهم وبين العالم بالذات العالم الحديث، لأنهم لم يقدموا شيئا للعالم ولم يقدموا أي ضمانات أنهم يفيدوا العالم، عشان ده جزء من مشاكلهم أو بسبب يعني. الانغلاق يعني طبعا شيوخهم الملل دول مرسوا دور كارثي في تاريخهم، يعني أكثر دور كارثي كما كل الدول الإسلامية كما التاريخ الإسلامي، أكثر من مارس الكوارث في تاريخ المسلمين هم شيوخهم، هم ما يختلفوش عن المسلمين. ده يعني ملخص سريع. ما هي أديان الأكراد قبل الإسلام وكيف تحولوا للإسلام؟ نعم، أديان الأكراد قبل الإسلام كانت الديانة الرئيسية الزردشتية دي، وعندهم زردشت النبي بتاعهم، ولحد الآن جزء كبير من الأكراد بيؤمنوا به، مش إيمان ديني بالزردشتية، إيمان بأنه نبي. وكان عنده كتابه، له كتاب مقدس اسمه الأفيستا. وهذا الدين كان الدين الكبير، كان فيه مسيحيين، كان في يزيديين من زمان قوي. اليزيديين دول أكراد يعني جزء أساسي من صلب العرق الكردي يعني. وكان في يهود، وكان في سنة 524 قبل الميلاد أو 247 تقريبا قبل الميلاد، كان 247 قبل الميلاد لحد 224 قبل الميلاد كان في إمارة يهودية داخل الأكراد، يعني كان في يهود داخل المنطقة داخل اسمها إمارة إديبيبيان. فيعني دول دخلوا الإسلام إزاي؟ دخلوا الإسلام زي كل الدول، دخلوا بسيوفهم المسلمين، وكان التاريخ معاهم، حركة التاريخ معاهم، والسيوف والحماس الإسلامي والحماس الجهادي طبعا. دخلوا على، لما هزموا فارس راحوا سنة 18 هجرية بجيوش طبعا. كل المؤرخين الكبار بيقولوا أن كل الناس الأشورين على الأرمن على كل حاربوا مع ملك الملوك الفارسي ضد العرب الغزاة، ولكن اتهزموا واتفرضت عليهم بقسوة بقى شروط الإسلام المعروفة. كان في بعض الأكراد في أذربيجان، دول يعني فتح صلحا، دفعوا 800 ألف درهم وفتحت صلحا، يعني فتحت صلحا معناها استسلام يعني بدون حرب، قبل الحرب. بس طبعا سريعا جدا 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 هم اكتشفوا الإسلام انه كارثه عليهم، وان هو مش جايب لهم اي فايده. في عهد من هم دخلوا الإسلام؟ عمر بن الخطاب. في عهد عمر بن الخطاب. وكان عياض ابن غنم. شو واحد اسمه عياض ابن غنم ده، بيقولوا الصحابي شهير، انت تعرفش بقى مين الشهير، كل صحابي اسمه شهير. مش اول واحد حكمهم اسمه عياض ابن غنم ده في عهد عمر بن الخطاب. 18 هجريه لسنه 21 هجريه تم فتح هذه المنطقه للمسلمين والسيطره عليها فارس واذربيجان وكده، اكتملت الفتح في، وبعدين يعني بعد كده بدات مشاكلهم بعد كده. طيب، هل تعرض الأكراد أنا أسأل السؤال وأكاد يعني أجيب عليه، هل تعرض الأكراد للاضطهاد الإسلامي بين الخلافة التي تسمى الراشدة أو الخلافة التي بعدها؟ من الخلافة الراشدة إلى الخلافة العثمانية إلى الخلافة الإخوانية بتاعت أردوغان اللي عاوز يعملها، لم يهنأ الأكراد يوما واحدا بدون صدمات. هم شديد الثورات، أكتر ناس بتصور، مش عاوزين حد يحكمهم، وده رد فعله طبعا القمع الشديد والقتل الشديد. فمثلا في خلافة عمر بن الخطاب حصل
يعني اول مواجهه حصلت في خلافه عمر بن الخطاب، وبعت لهم صحابي من صحابه قمعهم وقتل منهم خلقا كثيرا. انا اقول لك محمد امين زكي وهو مسلم ومنحاز لكرديته بشكل كبير ومسلم محافظ، ولكن كتب بيقول محمد امين زكي بيقول ارتكب المسلمون ضد الثورات الكرديه مذابح شنيعه وجنايات فظيعه يندى لها جبين التاريخ. ده الرجل المسلم المحافظ اللي كل شيء، اللي يميل للعثمانيين، اللي كان في الجيش العثماني، اللي كل حاجه. واكثر واحد من المؤرخين الاكراد مسلم محافظ هو محمد امين زكي، وشرف خان ده اللي هو شرف خان ده ده كان ملة. ومع هذا لم ينكروا ابدا ان طريقهم مع الاسلام كان طريقا دمويا، كان طريقا دمويا. حتى ان محمد امين زكي بيقول لم يستسغ الاكراد الاسلام لمده طويله، لمده طويله وصاروا عليه، واخد بالك؟ بعد كده انت صاروا في عهد عثمان ابن عفان، وبرضه حصل قتال. الغزو العثماني بقى الناس دي خدوا كل موجات الاسلام كلها موجه موجه. مش فاهم الحته دي يعني. يعني كل خلافه وكل شخص يجي وكل بني ادم يجي مسلم يدخل عليهم بموجه قتل. موجه قتل. دول مسرح اصلا، حته تقاطع بين حته مهمه في الدول الاسلاميه، بين فارس وما بين تركيا العثمانيين وما بين الشام القديمه وما بين العراق القديمه والموصل والكوفه بتاعت علي بن ابي طالب. فهم مسرح لكل القتل، كل انواع القتل في التاريخ الاسلامي. كل انواع المعارك الاسلاميه تقريبا مرت بهم في هذه المنطقه، وذاقوا المرار. حتى بعد كده لما جاء بعد كده انتهيت من موجه الخلافه والخلافه والخلافه والخلافه، جيت بقى الموجات الاكثر همجيه في التاريخ الانساني اللي هي الغز الاوغوز. وبعديهم دول عنصر واحد كلهم جم على شكل موجات، الاوغوز، وبعديهم التركمان، وبعديهم المغول، وبعديهم التتار، وبعديهم آل عثمان. أنا عاوز أقول لك حاجة، اللي مكتوب إنه محمد أمين زكي واحد مؤرخ تاني أرملي بيقول تقريبا لم يتركوا حيا. تيمور لين كده هذا السفاح الشهير جه عمل 70,000 جمجمة من الفرس، تيمور لينك في غزوته، وقال لهم اقتل كل من تقابله من اللور والكرد. اللور قال له ليه؟ قال القائد ليه تقتل؟ لأن الناس دي مشاغبين وهم اللي هيثوروا عليك، ما تخليش منهم بني آدم، ما خلاش منهم بني آدم تقريبا. وبعدين دخل العثمانيين بموجة العثمانيين من 1512، وتاريخ طويل طويل ما تقدرش احكيه لك في حلقة ولا حلقتين، لأن الاضطهاد الإسلامي لوحده عايز حلقة، وعاوز واحد كردي يكون منفتح من القوميين المحترمين اللي يعرفوا تاريخهم بجد يحكي لك على مآسي الكرد مع الإسلام، لأن دي لوحدها تحتاج إلى حلقة كاملة يبين لك كم الجماجم التي الكردية التي دويست تحت فرسان المسلمين وتحت أحذيتهم وتحت سيوفهم. هل ثار الأكراد طالما أنه الإسلام دخل لهم بهذا الشكل؟ هل ثار الأكراد ضد الإسلام؟ ده مهم، وأنا هقول في بعض الوقت ليه لأهميته الكثيرة. أول أنا قلت لك أن الأكراد لم يسكتوا يوما واحد على الإسلام، لم يسكتوا من سنة 18 هجري، بعدها على طول مباشرة صاروا. الإمام الطبري ذكر أن في 14 ثورة وانتفاضة كردية حدثت أثناء خلافة الراشدة والخلافة الأموية فقط 14 مرة خلال الخلافتين، وبعد كده الخلافة العباسية. أنا أقول لك صور بيقول لك أول حاجة صار الأكراد في عهد عمر بن الخطاب، أول ما فتحهم صاروا عليه، أرسل لهم جيشا كبيرا بقيادة قيس بن سلمى الأشجعي، فقاتل مشركي الأكراد قتالا شديدا وقتل المقاتلة وسب الذرية وجمع الرثة كما يقول الطبري. ده سنة قتل المقاتلة وسب الذرية، يعني زي ما عملوا في باقي الشعوب الأخرى. خلي بالك إن هم كانوا اتفتحوا قبل كده، فتح المفتوح. هنا فتح المفتوح. سنة 25 هجرية 666 ميلادية قام الأكراد بثورتين في إقليم الأهواز، وبعت لهم والي البصرة أبو موسى الأشعري
وانا نسيت اقول لك انهم صاروا في السنه الثالثه لحكم عثمان بن عفان، وبعد لهم احد ولاته برضو ابو موسى الاشعري قمعهم في هذا الموقف. في سنه 83 هجريه 702 في عهد عبد الملك بن مروان ثار الاكراد مع عبد الرحمن الاشعث، ثوره عبد الرحمن الاشعث ولي سيستان ضد الخلافه، وقضى على ثورتهم مين؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي وابادة منهم الكثيرين. تعرف الحجاج طبعا لا يعرف إلا الرؤوس. في سنة 127 هجرية ثار الأكراد تحت راية قائدهم الضحال قيس، واستمروا في ثورتهم حتى سقوط الخلافة الأموية. بدأت من سنة 127 هجرية حتى سقطت الخلافة الأموية على يد واحد فارسي، هو أبو كردي سوري، أبو مسلم الخرساني. وبعد ما أبو جعفر المنصور قتل أبو مسلم الخرساني، قام الأكراد بثورة على أبو جعفر المنصور سنة 148 هجرية بعد ما قتل. لأن أبو مسلم الخرساني ده يعتبر من القادة الكبار في التاريخ الإسلامي، ربما يفوق صلاح الدين، لأنه يعتبر من هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، كردي. ثار الأكراد على أبو جعفر المنصور عشان أبو مسلم الخرساني، وبعت لهم والي الموصل خالد ابن برمك، وقضى على ثورتهم وقتل منهم الكثيرين. في سنة 163 هجرية ثار الأكراد في عهد الخليفة المهدي حتى تم السيطرة عليهم، وعين ابنه هارون الرشيد والي على أذربيجان والمنطقة دي. في سنة 192 هجرية 808 ميلادية ساند الأكراد ثورة بابك الخرمي في عهد هارون الرشيد، وتم وضع نهاية الحركة بعد كام؟ بعد 30 سنة ثورة كاملة في عهد المعتصم. سنة 225 ثار الأكراد على المعتصم والذي قضى على ثورتهم بصعوبة شديدة. سنة 262 هجرية شارك الأكراد في ثورة يعقوب الصفار وساهموا في تأسيس الدولة الحمدانية. 281 هجرية اشترك الأكراد في معظم الثورات النشأت في إقليم همذان ضد الخلافتين العباسية. شارك الأكراد في ثورة 252 ضد المعتز، وشاركوا في ثورة الزنج 262 في عهد المعتمد. ده أنا بتكلم لك على إيه؟ على الثورات بس في عهد الخلافة. أسس الأكراد أول دولة تنفصل عن الخلافة الإسلامية، أول دويلة اسمها الدويلة الروادية. هم عملوا دويلات زي ما قلت لك، مش دولة صغيرة يعني، دويلات صغيرة. عملوا دويلات كتيرة أول حتى تحت عهد الخلافة الإسلامية. أول دويلة هي الدويلة الروادية، عملوها دي كانت أول دويلة تقريبا في العهد الإسلامي. بعد كده يعني كل الثورات دي ضد الإسلام، ده ضد الخلافات. يعني لو كان ابن خلدون يقول بأن الأمازيغ ارتدوا عن الإسلام 12 مرة، لكن ده في تاريخ الإسلام الأكراد ارتدوا، يعني ممكن أن نقول أنهم ارتدوا 14 مرة فقط في المدة القصيرة اللي هي الخلافتين الراشدة والأموية. في تقدير الشخصي بعد دراسات، أكثر مجموعة مسلمة فيها ملحدين حاليا في الشرق الأوسط هم الأكراد. فيهم ملحدين كتير، وفيهم حتى ناس احنا جايين لهذا الموضوع اللي اعتنقوا المسيحية أو ذهبوا لأديان أخرى. بمعنى أصح يعني هم أسسوا العديد، أول دويلة إسلامية وأسسوا دويلات تانية، الدويلة الشدادية الكردية، الدويلة الحسناوية الكردية، الدويلة العيارية العنزية، الدويلة الدستكية. يعني هم أسسوا في صلب الخلافة الإسلامية، خلي بالك صلب الخلافة الإسلامية اللي هي الخلافة الراشدة والأموية والعباسية الأولى. يعني أسسوا في صلب الخلافة الإسلامية، لم تهضمهم الخلافة الإسلامية في عز قوتها، في عز عمر بن الخطاب، في عز عثمان، في عز الأمويين بسطوتهم، في عز العصر العباسي الأول وهارون وأبو جعفر المنصور، صاروا على كل الناس دي لم يتركوا. بعد كده خد بقى تدخل بقى في صاروا على مين بعد كده، ده موضوع طويل. طيب أنا أبدأ في أخذ المكالمات ومعنا الأخ أمير. أخ أمير اتفضل. ألو مرحبا. مرحبا أهلا بك. بداية أحييك وأحيي ضيفك الكريم سيد وجدي على هذا المعلومات المهمة اللي قدمها. الله خليك. وطبعا أنا أشكرك على طرح هذا الموضوع، لأن أنت بعرضك هذا الموضوع أثبت أنه أنت إنسان أكاديمي ومحب الإنسانية. الله خليك. وحضرتك كردي؟ نعم أنا كردي من مدينة كركوك العراقية. نعم من العراق يعني. نعم بداية أحب أقول أنه محاولة طمس الهوية الكردية من قبل أعداء الكرد من عرب وفرس وأتراك. نحن لم نكتب تاريخنا، تاريخنا يعني في المدارس، أقصد يعني اللي درسوه في المدارس تاريخ كتبوا أعداؤنا. مع أننا أصحاب الأرض وأصلاء وسكان أصليون في الشرق الأوسط قبل الفرس، نحن قبل الفرس وقبل العرب وقبل الأتراك سكننا الشرق الأوسط. أعداؤنا وقتلتنا هم المسلمون.
الذين قتلونا عبر التاريخ هم مسلمون. وأنا أيضا أحب أذكر أنه الناس اللي أعطونا المأوى واللجوء هم المسيحيون في أوروبا وأمريكا، ونحن نشكرهم على هذا يعني على مساعدتنا. نعم. ونحن أيضا ككرد نحن يزيديون وزرادشتيون قبل الإسلام. لم ندخل الإسلام حبا في الإسلام ولكن كرها، مثل ما ذكر ضيفك الكريم سيد مجدي. نعم. قتلونا، سلبوا أموالنا، سبوا نساءنا، والإبادة إلى اليوم مستمرة منذ الفتح الإسلامي وإلى اليوم. وآخرهم أردوغان والذي يقتل ويذبح في الأكراد في تركيا. نعم. في كركوك بعد اكتشاف النفط حلت علينا اللعنة. قامت الحكومة العراقية بهدم القرى الكردية في مدينة كركوك وجلب الأوائل العربية من محافظات جنوب ووسط البلاد، وقامت واستمرت سياسة التعريب محافظة كركوك إلى سنة 2003 بعد دخول القوات الأمريكية للعراق. نحن كأكراد وبتسميات مختلفة عبر التاريخ، وفيما ذكر ضيفك الكريم، موجودون في منذ زمن السومريين. كانت هناك مملكة أيلام، هذه المملكة موجودة في كانت موجودة في جنوب إيران وجنوب العراق، وكانت مملكة كردية. ولكن اليوم هذه المملكة، هؤلاء الأكراد ذابوا، الذين في فرس في إيران تحولوا للفارسية، لأن الآباء يتكلمون الكردية والأبناء يتكلمون الفارسية. سؤال لك أخ أمير، لماذا لا تطرح القضية الكردية في الإعلام العربي لحد الآن في نظرك؟ نعم، هاي السياسة، يعني المشكلة أنه تركيا مثلا دولة قوية ولها تأثير على السعودية ولها تأثير على قطر. فهي اليوم حتى المجالات التي تتم في جنوب شرق تركيا ضد الأكراد، الإعلام العربي لا يتحدث عنه، لأن أردوغان علاقته قوية بتركيا وبقطر وبأغلب الدول العربية. وعندما كان صدام حسين عندما قام بقتل الأكراد بالسلاح الكيميائي لم يدن دولة عربية هذه الجريمة. عندما قامت بالأنفال لم يدن أي دولة عربية، لأن هذا مسلم. المشكلة في العالم الإسلامي أنه إذا كان المجرم مسلم لا يتحدثون عنه. عندما يقتل الطفل فلسطيني نحن نتعاطف مع الضحية. عندما قتل محمد درة في فلسطين قامت الدنيا ولم تقعد، لأن المجني عليه الذين قاموا بهذا الفعل هم إسرائيليون ويهود. ولكن عندما يكون الجاني مسلم لا أحد يتكلم، يقتل، يبيد، سلاح كيميائي، لا أحد يتكلم. طيب، أنا أشكرك على هذه المداخلة القيمة أخي أمير، فعلا أضفت الكثير بصفتك كردي لهذه الحلقة، وأنا أشكرك على كلامك الجريء الشجاع، وأتمنى أن الكثير من الأكراد يفعلوا نفس الشيء حتى نغني الحلقة بشهادات حية من إخوتنا الأكراد. أشكرك أستاذ مجدي. معلش، أنا كان عندي سؤال كنت مأجله للأخير، لكن طالما ذكره الأخ أمير أنا آسف، يتصل بموضوع سكوت الدول العربية بل وإدانة المعارضة الكردية لنظام الحكم البعثي العراقي. طبعا. لما أبادهم بالكيماوي، نعم. هو قال أنه ولا واحد تكلم عن الأكراد. طبعا أنا وحدثنا عن هذا الأمر، يعني سكوت، تعرف أنه حتى أنا أتذكر أنا كنت أعتقد أنه هؤلاء هم المجرمون، الضحية هو المجرم، لأنه بالإعلام كان عندنا متأثر بالإعلام الرسمي العراقي وقتها. يا أخي رشيد، دول مجرمون في كل شيء تجاه الأكراد من ناحية دي. أول حاجة إن بيزوروا التاريخ، بيدرسوا تاريخ مزور للناس في منطقة الشرق الأوسط غير تاريخ الشعب ده وغير تاريخ الناس دي. ولكن لما بتيجي في مناطق فاصلة في التاريخ الإنساني بتشوف بشاعة الانحياز، مش بس اللي هو الانحياز السلبي ان هو السكوت وكأن الأكراد دول غير موجودين وكأن الشعب ده غير موجود وكأن ما عندهمش مشاكل وكأن لا شيء. الصمت التام ده، الصمت التام جريمة. لما تكون في جريمة كبرى في التاريخ، صحيح. الصمت التام جريمة.
ولكن زاد عن الصمت التام. هو تأييد صدام حسين. في تأييد لصدام حسين لما ضرب الأكراد في حلبجة سنة 88 بالغازات الكيميائية الفظيعة، مات 5000 كردي في يوم ولا اتنين، وكان الكردي يبقى ماشي في الطريق يبصوا يلاقيه يضحك ويموت وهو واقف. حكى بشعة. العالم لما تدخل وبدأ يدين صدام حسين، مين اللي دافعوا عنه؟ منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي طبعا، رابطة العالم الإسلامي، جامعة الدول العربية، وزراء خارجية الدول العربية، المنظمة للتحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات أصدرت بيان. وأنا أقول لك وقفوا مع صدام حسين طبعاً ضد الأكراد طبعا في 13 سبتمبر في الكيماوي طبعا 13 سبتمبر 1988 جامعة الدول العربية وزراء خارجية جامعة الدول العربية قالوا استنكارا لما أسموه الحملة الإعلامية الهادفة إلى تشويه الانتصارات العراقية، مؤكدين تضامنهم التام على العراق عشان حملة ضد الكيماوي. مش يقولوا إن في جريمة ضد الإنسانية فظيعة حصلت في العراق، ده بالبيانات، إحنا عندنا بيانات وبأرقام، بيانات مؤيدة مؤيدة لصدام حسين، مؤيدة لصدام حسين. منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات طلعت بيان تأييد صدام حسين ضد الحملة الأمريكية التي تشوه العراق وإنجازاته وتشوه النظام في 20 سبتمبر 1988، بعد معركة بعد حلبجة مباشرة. زي ما مثل ما قال الأخ، عند حين يكون الجاني مسلم ما حدش يتكلم. وزراء خارجية الدول الإسلامية المجتمعين بعمان بعد مجزرة حلبجة لم رفضوا اتخاذ أي موقف يشير إلى حلبجة، ولا حتى التضامن مع الضحايا، ولا كلمة واحدة، ولا كلمة واحدة. منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وبعتوا لها كتير من الأكراد، قولوا كلمة، طمنوا الضحايا، قولوا حاجة، طلعوا بيان إنساني. يعني ما بلاش إدانة، بلاش إدانة، قولوا هذه نحن مع هذا، ابعتوا شويه معونات زي ما بتبعتوا يدفعوا للارهابيين في كل حته، ابعتوا شويه معونات للناس اللي بتموت دي. لا، سابوهم يموتوا بالوحده. لازم تخجل هذه المنظمه. كل حرف في هذه الحلقه يحتاج الى حلقه. رد فعل في انت شفت منظمه اسلاميه سواء القاعده او مش عارف ايه او منظمه ايه او داعش او عفريت ازرق او الجماعه الاسلاميه او الاخوان المسلمين او شفت واحده فيهم على مدى ال 50 سنه طلعت بيان تدين العراق او تدين تركيا في 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 جرائمها ضد الاكراد؟ وتركيا ارتكبت جرائم لا تقل جرائم. احنا جايين لتركيا لان تركيا سؤال لوحده حاجه. هل ده اخي أعرف عملوا إيه؟ الأعداء الأربعة كلهم يعادوا بعض، إيران بتعادي تركيا من سنة 1500، صدام حسين وحافظ الأسد كانوا ألد الأعداء، إيران والعراق كانوا في حرب. المهم اجتمعوا سنة 78 وطلعوا اتفاقية مشتركة سنة 78 منع تسلل المجرمين الأكراد عبر الحدود من هنا، لأن ما سويوش الأكراد هو عاملين عشان الأكراد. اتفقوا في شيء واحد، اتفقوا في شيء واحد في قمع الأكراد. عاوز اقول لك حاجه، حتى اللي بيتسموا نفسهم عندهم اخلاق وشيوخ، لما حصلت حروب كرديه ونزاعات بين برزاني وبين طلباني 94 ل 96 مين اللي اصلح بينهم؟ الولايات المتحده الامريكيه في 17 سبتمبر 1997، ديفيد وولش مساعد مادلين اولبرايت هو اللي راح وعمل لهم اتفاق، واللي هو بناء عليه بعد كده اتكونت كردستان. مين اللي والشيوخ حد ادان هذه؟ ولا شيخ. انا ما شفت الشيخ. انت بتتابع الشيوخ اكتر مني، وانا بتابعها عشان اشوف بيقولوا ايه برضه. انت شفت الشيخ واقف قال ما هذه الجرائم ضد المسلمين الاكراد؟ ما هذه شفت واحد قال كده؟ لا ما شفت. لا انا ما سمعتش لحد دلوقتي شخصيا، ما سمعتش حد شيخ من الشيوخ الكبار. بالوحدة مصيبه. انت بتسمع بتوع السعوديه دول، بتوع العالم الاسلامي والاتحاد مش عارف العالم العلماء واتحاد المسلمين يتكلموا عن بورما ويتكلموا عن وجنب بيته ماتت 5000 واحد ومسلمين سنه زيهم، 70% سنه و 30% شيعة علويين على ديان اخرى. اقول لك حاجه، انت شيء يعني لا يتصور. صدقني انا كتبت كتبت على جوجل شيوخ يدينون ما يجري الاكراد، ما لقيتش شيوخ بيدينوا ما يجري الاكراد، ما فيش حاجه، ما فيش. لو كنت كتبت عن الحور كان طلع لك يا ده هذا ألف شيخ. هذه فضيحه
سورة الأكراد في التراث الإسلامي. أنا بعد السؤال ده معلش سامحوني سأخذ مكالمات أخرى، وأنا أشجعكم كل المشاهدين من الأكراد اتصلوا هذه الحلقة لأجلكم. تفضل. احنا شفنا ردود أفعال الإسلام المعاصر تجاههم من ناحية التضامن. تعال بقى الصورة في التاريخ الإسلامي بقى عشان تعرف أن الناس دي مستهدفين من الإسلام من زمان. عارف كل الأحاديث دي طبعا كلها بيكتبوها بين بعضهم، اتكتبت في العهدين الأموي والخلافة. لما زادت ثورات الأكراد ضد المسلمين طلعوا عليهم بقى الكلام الفارغ ده. أول حاجة سورة الأكراد في التاريخ الإسلامي، في التراث الإسلامي. شوف يا سيدي، عمر بن الخطاب، من بداية عمر بن الخطاب أول ما صاروا عليه، روى النبي عن عمر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكراد جيل من الجن كشف عنهم الغطاء، وإنما سموا الأكراد لأن سليمان عليه السلام لما غزا الهند سبى منهم 80 جارية وأسكنهم جزيرة، فخرج الجن من البحر فوقعهن فحمل منهن 40 غلاما، فلما كسروا أخذوا في الفساد وقطعوا الطرق فشكوا ذلك إلى سليمان فقال اكردوهم إلى الجبال، فسموا بذلك أكرادا. أول حتى حاجة تسميتهم من الجن عاملينها شتيمة. اطردوهم يعني اطردوهم فسموا أكراد. وده مين؟ عن عمر بن الخطاب، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عارفة ايه. ومش بس كده، واحنا ما يهمنا هو رصد ما يقوله التراث الإسلامي ده الآن. ده الأكراد عارفين والعرب عارفين وبيرددوا لحد دلوقتي. وعاوز اقول لك حاجة، معناهم بيقول ان الشعب الكردي ده، هذا الشعب اللي ديله 2500 سنة قبل الميلاد، بيقول لك عليه مجرد اولاد زنا، اولاد زنا من الجن. شفت البشاعة؟ وقاحة. ادخل على الشيعة، لا كله في هذا الموضوع في الصورة السلبية. روى الكليني في الكافي عن أبي الربيع ده في الكافي، ده مثل وكأنك تقول البخاري بالنسبة للسنة. أخي رشيد، هذا الحديث مورود في الكافي، ومورود في رياض المسائل للسيد علي الطبطبائي، ومورود في الجواهر الكلام للشيخ الجواهري، ومورود في تهذيب الأحكام للطوسي. الكافي والطوسي دول هم أهم اثنين شيعين. بيقولوا إيه؟ روى الكليني في الكافي عن أبي الربيع الشافعي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت إن عندنا قوما من الأكراد وأنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم. قال يا أبا ربيع لا تخالطوهم، فإن الأكراد حي من أحياء الجن، كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم. يعني هم جن. هو جن. طيب ما تخالطوهمش. أبو هريرة ذكر عنهم تقاتلون قوم نعالهم الشعر وهيدخلوا الإسلام ودول مش عارف في تفسير ابن كثير. ده الكلام حتى شرف خان البدليسي ذكر إن هم في حديث عن النبي محمد دعا الكرد بعدم التوحد والفرقة إلى يوم القيامة لأن هلاك العالم سيكون بتوحدهم. أنت دلوقتي طيب، أنا يكفيني إنه المسلمين أو اللي كانوا سهرين على النصوص حطوا صورة سلبية للكردي أو للأكراد. حتى هذه اللحظة في الشام وفي لبنان يقول لك أنت كردي؟ يعني أنت غبي؟ سوري يعني؟ يشتموا الشخص يقولوا أنت كردي؟ خليني أخذ الأخ ألان معنا على الهاتف. والأخ ألان أنا اضطريت، يعني ده مش الاسم الحقيقي نظرا لأنه يريد الحفاظ على سلامته وسلامة بعض المحيطين به والمقربين منه، فده ليس الاسم الحقيقي. لكن ناخد الأخ ألان، هو كردي وحيشاركنا في هذه الحلقة. تفضل أخي ألان. مرحبا أخ رشيد، ومرحبا بأستاذي العزيز أستاذ مجدي خليل. أرفع القبعة من أجلك يا أستاذي، مرحبا بكم. الله يخليك، شكرا لك. من هم الكرد؟ يعني أولا لما ندرس التاريخ، الأول كتاب لما تذهب تدرس تاريخ الكرد، أول كتاب هو التوراة، يعني جاء في كتب العهد القديم. في العهد القديم مثلا أنا قرأت باللغة الإنجليزية في كتاب EST يعني زيتا رقم 1-3-14-90، يعني يتكلم عن المماليك الميت.
عن الممالك. ألو ألو، أنا مش سامع. ألو، نرجو إعادة الاتصال مرة تانية. راح منا الاتصال يا أخ ألين. لو اتصلت مرة تانية حاخدك مباشرة، لكن أنتقل لمشاهد آخر، أخ خالد من فنلندا. أخ خالد تفضل. نعم، أهلا وسهلا أخ رشيد، وأحيي الأستاذ مجدي خليل. الله يخليك، شكرا لك، تفضل. شكرا. أنا أتصل بكم من فنلندا. مرحبا. وأنا كردي طبعا. أهلا وسهلا. شكرا شكرا. نعم، أنا يعني قضيتي أو كلامي حبيت أن أركز على العنصرية الجاية، هي الأصل من الإسلام. نعم. يعني جذر هو من الإسلام، ومثل ما ذكر الأخ مجدي خليل بأنه من زمن عمر بن الخطاب، والصحابة هم اللي ركزوا أو أكدوا على عنصريتهم ضد الأكراد وعلى ضد الناس اللي من ذوي البشرة السوداء. صح. وطبعا شخصية عمر بن الخطاب مشهورة بأنه هو شخصية عنصرية جدا جدا. نعم. احتقر كل الناس الغير العرب. نعم. وطبعا نحن عانينا من هذه المصائب، ومثل ما ذكرت بأن الأكراد قاوموا وحاربوا ضد المسلمين بشراسة. وقبورهم لحد الآن موجودة في مناطق كثيرة من كردستان. أنا من منطقة السليمانية طبعا، في القرى والمناطق خارجة المدن موجود كثير من قبور هؤلاء الهمج المسلمين اللي اجوا غزوا بلادنا وقتلوا ما قتلوا وهجروا الناس وسبوا النساء. ولحد الآن الناس المساكين الموجودين في المنطقة هم يقدسون قبورهم ويحتفظون بالمكان بشكل نظيف وما يقطعون الأشجار المحاطة بقبورهم لأجل المحافظة عليها مع الأسف. لأن هم يفتخرون بهؤلاء، بالنسبة لهم أبطال. نعم، كأنهم أبطال وهم جابوا بشرى الإسلام. وطبعا هاي الممارسات هم لا يعرفون ماذا فعلوا في أجدادهم. لا، مع الأسف لما أشوف مثلا أنا والدي اللي كانوا أميين وفقط سامعين للملالي القصص والأساطير والخرافات والأكاذيب من الملالي ومن هؤلاء الناس التجار الأديان، طبعا كانوا يصدقون كلامهم ويعتقدون بأنه هذه الأماكن كلها مقدسة. وكيف عرفت الأخ خالد بصفتك كردي، كيف عرفت الحقيقة؟ هل بسبب اطلاعك، بسبب بحثك خارج المنظومة الإسلامية، أم كيف حصل الأمر؟ طبعا يعود الفضل لأخوي الكبير اللي كان يدرس في بغداد في كلية الشريعة، وفجأة هو يعني كأنه نهض من النوم وشاف نفسه وسط مجموعة أساطير وكلام فارغ، ورأسا هو انقلب على المواضيع وشاف بأنه هذا الكلام اللي يذكر في الشريعة الإسلامية وفي القرآن كلها أساطير وقصص أطفال وأكاذيب. دائما كان مشهور بين اهل يعني بين اقربائنا بانه كان يتكلم كثير. وانا كنت يعني معجب بشخصيته، وبعدين قريت كتب من امثال نوال السعداوي وشفت المعاناه الاجتماعيه المترتبه من التراث المتخلف الاسلامي، فتوضحت الفكره اكثر بالنسبه لي، وبديت اقرا ايضا مع اجتماعي الى شفنا حديث أخويا والكلام وقراءاته والأشياء. نعم. نعم. فبعدين أنا يعني مع مرور الزمن تأكدت بأنه هذا شفنا المسلمين هم النكبة وهم جابوا المصائب والتخلف إلى هذه المجتمعات مع الأسف. نعم. وإحنا ضحايا جرائمهم وممارسات هؤلاء المسلمين، مثل ما يعملون حاليا داعش. نعم. نعم. باليزيديين عملوا معنا نفس الشيء، لأنه شفت في ناس كثير من الأكراد يفتخر بأنه شيخ أو سيد لأنه ينتمي إلى
عائلة محمد، فأنا سألتهم كثير يعني، لأنه دائما أنا أناقشهم بأنه أنت كيف تفتخر بأنك سيد أو شيخ وأنت كردي؟ إذا يعني أجدادنا وقعوا أسرى بيد المسلمين واختصبوا النساء، وإذا إذا إذا شيخ، إذا أنت سيد أو شيخ فإذا أنت وليد هكذا علاقة. هؤلاء الهمج جو إلى بلداننا واختصبوا نساءنا و ولد جيل جديد من جراء هذه الاختصابات والسبي والفضاء اللي عملوها بهذه الشعوب. نعم نعم، أشكرك أخي خالد على هذه المشاركة الجيدة والطيبة. أتمنى لو تركت معلوماتك مع الأخوة بالكنترول روم، محتاج أكلمك في شيء طالما أنك كردي وتعرف بعض الأشياء، محتاج أكلمك. أشكرك. نرجع للأخ ألان. أخ ألان أتمنى تكون سامعني هذه المرة. نعم تفضل. مش عارف اللي حصل، أنا آسف لأنك أول ما ابتديت الكلام انقطع الخط. تفضل. أوكي. تاريخ الكرد يعني يرجع من آلاف السنين، من حتى من قبل ولادة الميلاد، ميلاد عيسى. في العهد القديم ذكر اسم ميدو بيرس، يعني ميدو بيرس يعني الميد هم الكرد والبيرس هم الإنجليزي. مادي وفارس. مادي وفارس. مادي وفارس نعم. نعم. بالعربية. فأنا قرأت في العهد القديم ذكر اسم الكرد، وحتى ذكر اسم الخسرو اللي أخ مجدي وقال فيه أنا نجيب الوطني الكردستاني، ذكر أن نذكر اسم خسرو كخسرو يعني بالإنجليزية خسرو. نعم يعني في بداية مكان الإمبراطورية الميد في من الحاج إلى من مندل إلى حاج عمران كانوا يحكمون في هذه المناطق في كردستان، يعني كردستان اللي هسه جنوب غرب إيران يعني هسه. فلما كانوا البابليين سقطوا يعني مملكة الآشوريين، ذهبوا وعاونوا الميد عاونوا البابليين يعني ليسقطوا يعني مملكة الآشوريين، وبعدها مملكة الميد امتدت وتوسعت في مناطق كثيرة. يعني احنا تكلمنا شوية عن لمحة عن تاريخهم، يعني هذا فقط لنعطي فكرة، لكن الأهم هو ما حصل بعد ذلك. يعني احنا الآن يعني تم دخول الإسلام، الواحد فاكر أنه الأكراد كانوا طول عمرهم مسلمين وأنه بيدافعوا الإسلام، ولما تذكر الأكراد يطلع لك دايما واحد صلاح الدين الأيوبي، صلاح، وكان الأكراد هم صلاح الدين الأيوبي، يعني تختصرون يعني شخصية واحدة. في زمن الصدام مثلا ذكر صلاح الدين أنه كان عربي، لم نرى أحدا أو وطنا عربيا يقول ان صلاح الدين الكرد، صلاح الدين الايوبي كردي، هم قالوا انه عربي لما بعد حرب الكويت، ثم قالوا على يعني قنوات الفضائيه يعني صلاح الدين الايوبي هو كردي الاصلي، من اجل ان يعني يستعملوا الكرد اللي من اجل قتال الاسرائيلي. ف يعني الكرد استعملوهم يعني حتى استعملوهم الترك العثمانيين لقتل 1.5 مليون أرمني، بس من كانوا هم الكرد؟ كانوا قبائل، كانوا يعني إن إحنا بالكرد نسميهم عشائر، عشائر من الكرد، ولا يمثلون الكرد العامة الذي كانوا عايشين في منطقة جنوب تركيا العراق، يعني كردستان، إحنا نقول كردستان، كانوا قبائل عشائر، وكانوا يعني الحكومة الخلافة العثمانية قال لهم احنا بنعطيكم فلوس وأراضي وحكم، بس ضحكوا عليهم يعني ضحكوا عليهم، بس انتم اقتلوهم. حتى يعني العثمانيين الترك
عملوا بالأرمنيين وحتى آشوريين الآشوريين يعني عملوا مثل لعب الصيد، يعني الآشوري أرمني يركض بعريان وبيطردوه بيطرد كلاب بعد يعني يطردوه ويأكلوه. هذا كان اللعب في آنذاك في يعني فترة العثمانيين. والكرد كما قال أستاذ مجدي خليل كانت دويلات، نعم كانت دويلات وكانت قبائل وعشائر، ولم يكن انتفاضتهم ولم يكن ثوراتهم باسم كردستان. مثلا قاضي القاضي محمد في كردستان اللي غرب كردستان كان يعني حق يعني حكم في مهابات وقال انه حكم من كردستان حكم للكرد فقط يعني. وكان هناك يمو الشيخ محمود وكلاهما لم يعرفوا أن حتى أن يكتبوا حتى أن يقولوا مقولة، يعني دويلات من أجل الإسلام. الشيخ محمود قاتل الإنجليز لأن الإمارات العثمانية كلها دمرت من قبل الفرنسيين والبريطانيين. أخي الآن كان بودي أن أكمل معك الحديث لكن عندنا أسئلة كثيرة وضيفي بحث في الكثير من المراجع لازم نغطيها أيضا، فأشكرك جدا على هذه الإضافة. بالنسبة للمحطات الخاصة في علاقة الأكراد بالعثمانيين، يعني أنا أخذ نقطتين من ضيفينك، الضيف إيلان واللي قبله. اللي قبله قال أن الملة اللي هم الشيوخ بتاعتهم استغلوا الأراض أكبر قدر من الاستغلال. نعم. والضيف إيلان قال العثمانيين استغلوا. تربط الاثنين ببعض. يعني استغلال الملالي العثمانيين أثروا في الملالي والملالي أثروا في الرعاع الأكراد العشائرية مش الطيار الرئيسي. للأمانة أنا بحثت هذا الموضوع، حتى المؤرخين الأرمن الكبار وأنا أوريك واحد من الكتب المحترمة قوي هو مؤرخ أرمنلي محترم قوي أنصفهم كتير جدا. اسمه إيه؟ ده اسمه ممكن إرشاك سافرستيان. إرشاك سافرستيان الكرد وكردستان، ترجمة دكتور أحمد محمود الخليل. لمن يريد الاطلاع على هذا الكتاب أتمنى أنه تعرضوا الكاميرا على المشاهدين. طيب ما الموجود في هذا؟ ما الموجود في هذا؟ الأرمن رغم أنهم عانوا والأشوريين عانوا من الأكراد لكن هم رؤيتهم أوسع، عارفة أني شيوخ الملل دول اللي هم اللي استخدمهم العثمانيين لتهييج الرعاع هم اللي كانوا وراء الجرائم اللي ارتكبها رعاع الأكراد. أنا بسميهم رعاع الكرد. رعاع الكرد دول استغلوا من قبل الملز بتاعتهم والملز استغلوا كانوا عملاء تقريبا للعثمانيين. هم زي البلطجية عندكم في مصر، زي المتطرفين الإسلاميين لما يستغلوهم الشيوخ في المنابر ويهيجوهم على الأقباط بالضبط. هو بالضبط كده. طيب. وارتكبوا جرائم شنيعة. هؤلاء الناس ارتكبوا جرائم شنيعة في حق الأشوريين والسريان والأرمن طبعا. هقول لكن نرجع أنا جاي لأخطائهم وتكلم لي على النقطة بالذات، لأن هناك الكثير من الأرمن يقولون أن الأكراد كانوا سبب تعاستهم شور مؤكد وكانوا سبب اضطهادهم. وأنا أقرأ حتى تعليقات الناس على الفيسبوك كلام صحيح، يقولون أن الأكراد كانوا سبب اضطهاد للمسيحيين. بس المضطهد الأساسي هو العثمانيين، هم كانوا أداة. رعاع الأكراد كانوا أداة في يد العثمانيين لقتل الأرمن والأشوريين، وهيقولها بالتفصيل. طيب. دلوقتي خلينا في بالنسبة لعلاقتهم بالعثمانيين. دي علاقة طويلة ومهببة ومنيلة بصراحة. من 1500 استخدمت مصطلحات مصرية صعبة. مهببة ومنيلة طبعا. طيب. كيف كانت مهببة ومنيلة طبعا. اقول لك يا سيدي، سنة 1512 طلع لهم ملة اسمه إدريس البدليسي،
مولانا بيسموه مولانا إدريس في القرن السادس عشر 1512 هذا إدريس البدليسي ده كردي كردي ملا كردي راح جاب العشائر الكردية كانت بدأت إمبراطورية الصفويين الصفويين الفرس غابوا فترة من التاريخ ورجعوا على يد إسماعيل الصفوي إن أسسوا إمبراطورية الصفويين بدأت الحرب استمرت قرنين ما بين الصفويين وما بين العثمانيين الناس دي وقع بين الاثنين لأن كل الأكراد بين الاثنين بين الاثنين فجروا يضربوا ودول يضربوا مين بقى الكردي الملا إدريس البديسي راح خد أغلب عشائر الأكراد وأمراء الإمارات الكردية وجندوا قال لهم تعالوا إحنا مع العثمانيين ضد الصفويين الشيعة الكفرة وقبض الثمن قبض الثمن الثمن قبضوا فأول محطة هي تجنيد القبائل ثمن يعني أعطوه أموال ده 250 أوقية ذهب ده كتبها محمد أمين زكي وهذا أيضا من الكتب الشهيرة اللي كتبها مؤرخ كردي هو تاريخ الكرد وكردستان من الكتب الشهيرة والهامة تاريخ الكرد وكردستان من أقدم العصور التاريخية العلامة محمد أمين زكي ده عمل ثلاث كتب عمل تاريخ ملخص تاريخ الكرد وكردستان وعمل تاريخ الدويلات الكردية الإمارات الكردية وعمل مشاهير الأكراد دول يعتبر أهم مؤرخ كردي في تاريخهم يعني كله محمد أمين زكي ده فيا سيد الفاضل أنت بتتصرف ده راح أقنع الناس دي وقال لهم تعالوا انضموا للعثمانيين ضد هل العثمانيين ضحكوا على الأكراد ممكن 100 مرة من أول سليمان السليم الأول القادة دخلوا معاه معركة جالدرن سنة 1514 ضد ضد الصفويين وهزموا الصفويين بقوات كردية ولحد أردوغان أردوغان أول ما جه ضحك عليهم قال لهم ده لازم نعيد التاريخ والظلم اللي وقع عليكم ومجرد ما عملوا حزب وعرف أن أردوغان ممكن يسقطوه في الانتخابات أسقط لهم حزبهم وأدى يقتل فيهم وأدى يقتل في المشاهير فيهم في السنتين اللي فاتوا هذه الخط اللي مع العثمانيين الضحك عليهم استمر من 1512 إلى هذه اللحظة محطة. يعني حوالي خمس قرون وهو مستمر وعارف بقى مين بقى اللي حب يضحك عليهم دلوقتي مؤخرا ما هو لازم يضحك عليهم راح ملك السعودية سلمان راح دعا البرزاني وقال له هديك 8 مليار دولار انت صوت السنة في العراق المهم لازم يشتغلوا لازم يشتغلوهم ما حدش على طول الوقت بيستغلوهم المسلمين بيستغلوهم طيب أنا جاي أكمل معك أستاذ مجدي علاقة الأكراد بالعثمانيين لكن نتوقف مع هذا الفاصل ونعود لإكمال الحلقة لماذا أنا مسلم؟ هل اخترت ديني في يوم من الأيام؟ لماذا هناك إرهاب وقتل؟ لماذا يذبح الإنسان أخاه الإنسان باسم الله؟ لماذا يقتلون ويصيحون الله أكبر؟ ماذا؟ كيف؟ ولماذا؟ مجرد سؤال لكنه قد يغير حياتك سؤال جريء كل ليلة خميس مباشرة على قناة الحياة عودة مشاهدينا لإكمال هذه الحلقة من برنامج سؤال جريء كنا نتحدث عن علاقة أو يعني هي علاقة معقدة ما بين الأكراد والعثمانيين قلنا أول محطة اللي هي أن تجنيد إدريس البدليسي اللي هي في القرن السادس عشر وحصل كما يقول محمد أمين زكي وهو بيسميه مولانا وبيفخم فيه حصل على 200 حصل على 25 ألف دوقة ذهب في مقابل هذا الموضوع يعني مبالغ كبيرة وطبعا العثمانيين بمساعدة الأكراد انتصروا في جالدرن وبعدين اتعملت معاهدة شهيرة اسمها معاهدة ذهاب 1639 ضمت معظم المناطق الكردية لصالح تركيا وكانت مأساة من ساعتها لوقتها وبدأت بقى معاهدات وحروب لمدة قرنين لحد أردوم الأولى وأردوم الثانية وتاريخ طويل
هذا دي اول محطه، ان هو اتحطوا في البيض كله اتحط في سله الاسمرين بدل ما يكونوا. المحطه الثانيه 1914 1918 دي محطه ثانيه اللي هو الحرب العالميه الاولى، الاكراد انضموا الى العثمانيين في حروبهم ضد روسيا وضد اليونان وضد اوروبا الشرقيه وضد الانجليز وضد الفرنسيين، يعني شيء استخدموهم مره ثانية. المحطة الثالثة معاهدة سيفر سنة 1920 اللي هي انصفت الأرمن والأكراد، ودي قالت ان الأكراد كانت تركيا بقى اتفسخت وكانت في حالة ضعف شديد، قالوا ان الحق الأكراد لهم دولة وحق الأرمن يبقى لهم دولة. لكن شوف بقى هذا المحزن، الأكراد انضموا تاني للعثمانيين في سنة 1922 في الحرب ضد أزمير، ودخلت الخيالة الكردية طلاء على الكردية، دخلوا أزمير اليونانية، انتصر تاني بقى أتاتورك ولقى نفسه نفخ، راح لغى معاهدة سيفر وعملوا معاهدة سنة لوزان سنة 1923 أنهت خالص حلم الأكراد تماما حتى لا يعترض، استخدمهم وعندما انتصر رجع ضدهم وراح عمل الدستور سنة 23 ولم يشير إن في جنس اسمه الأكراد، أشار إن في أقليات دينية بس ما فيش أقليات عرقية، يعني كله أترك انتهت الموضوع. فدي كانت يعني محطة من المحطات الفظيعة. في المحطة الثانية بقى اللي هي بقى الفاشية التورانية. فاشية التورانية، فاشية تورانية، ان سيادة العنصر التوراني بدأ مع تأسيس الدولة الحديثة لحد هذه اللحظة 1923، ان لا يوجد شيء لدينا اسمه أكراد، التوران فقط، كلنا عنصر واحد، سموهم أتراك الجبل. ومنذ سنة 1923 إلى سنة تم في الفترة دي بس إلى سنة 2015 واحد مؤرخ كردي صار الأكراد على العثمانيين 36 مرة. الأكراد صاروا على العثمانيين حوالي 100 مرة من سنة 1512، ما ضحكوا عليهم ده مباشرة بعد سنين الأول، ضحكوا عليهم بعد ما عمل انتصر في جلدن، ضحك عليهم طول الوقت، يضحك عليهم. المحطة الأخيرة هي تأسيس حزب العمال الكردستاني ضمن الأكراد. أنا عاوز أقول لك الأكراد حتى تحت العثمانيين أسسوا دويلات وإمارات كثيرة، وكانوا يجي يهدمها العثمانيين ويضربها العثمانيين، كل ما يأسسوا إمارة يضربها العثمانيين، كل ما يأسسوا إمارة، لحد آخر 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 محطة هي محطة 1978 حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني ده سلسلة من كفاح الأكراد ضد العثمانيين أسسها 78 وبدأ سنة 84 أول عملياته العسكرية، ده كفاح مسلح من أجل استقلال دولة كردستان التركية. ناخذ المحطر. الأخ أبو عاشور من ألمانيا، أهلا بك. مرحبا أخ رشيد. أهلا وسهلا. وسلام يا أستاذ. أهلا وسهلا. شكرا. يا أخي التاريخ مخرب، التاريخ مو صحيح. يعني السعودية هي أمة العالم، السعودية يا أخي شلون تاريخ تقرأون؟ العرب سعودية ويمن، هي الباقي دول كانوا كلهم مسيحيين أمازيق، مسيحية وأمازيق، مصر، سوريا، العراق، تركيا، هذول كلهم كانوا مسيحيين. احنا حدودنا كان مع قبرص، مع قبرص حدود العراق ومع القبطيين، ما كانش في شيء اسمه دولة العراق. يعني يا اخي بزمان اشوريين، انا دا اقول امبراطورية الاشورة كانت مثل امريكا الثقوية. طب والاكراد اين تضعهم في وسط كلامك؟ لا. يا أخي أكراد هم إخواننا. أني 40 سنة مشتغل مع الأكراد، ومع العلم ما ماخذ فلس من عندهم 40 سنة. لا، هو لا نعمم تجربة على الكل، لكن على العموم احنا نتكلم بمراجع وبكلام يعني موثق من الكتب. هل بتفق مع على الأقل مع الجزء اللي ذكره لحد الآن الأستاذ مجدي؟ اتفق، ليش ما اتفق؟ بس انتم تقدرون العاشوريين مثلا، اكو عشائر بالاكراد، عشائر شمسان، عشائر عاشوريين، عشائر برزانيين، هذول كانوا عاشوريين.
دخلوا الإسلام ودخلوا القومية الكردية. يعني في ناس اللي كانوا أشوريين ولما دخلوا الإسلام اندمجوا مع الأكراد. نعم. مفهوم هذا الاختلاط يحصل بين كل الأقوام وبين كل الشعوب. ما نقول نعم. الأكراد ما مظلومين. أكراد مظلومين مثل أتاتورك قتل من عندنا الأشوريين 750 ألف أشوري. نعم. عرفت شلون؟ ومع العلم الأكراد ما أقول أخوات مع الأكراد قتلونا عمينا. وهذا ما نقوله في هذه الحلقة أنه أيضا هم استخدموا لقتل الأشوريين الأرمن. نعم. نعم صحيح. أشكرك. هل هناك أي إضافة أخ أبو عاشور؟ تفضل. آخر شيء. نعم تفضل. العرب ما يطلعون أسب 100 مليون. تونس عربية ومغرب عربية والجزائر عربية والعراق عربية. شنو هاي 100 مليون العرب ما يطلعون والباقي هم جذورهم غير عربية أمازيغ. غير عربية لكن رغم ذلك تم إرغامهم على أو تم عدهم ضمن الشعوب العربية غصبا عنهم. نعم شيء مؤسف. شكرا شيء مؤسف. أشكرك. اضطهاد الأكراد من العثمانيين. يعني تكلمنا عن محطات رئيسية ده بصفة عامة. من الكل دلوقتي. لكن الاضطهاد على الأقل يعني اللي حصل الحديث. خلينا زي ما قلنا أن طويل تاريخ طويل من العثمانيين. دلوقتي هم بيضطهدوا من 4 دول. الأتراك وما بين العرب ومن العرب. وما بين الإيرانيين وما بين السوريين. طبعا درجات يعني تقول الأتراك نمبر 1 نمبر 2 العراقيين صدام. يعني اللي مضطهدهم أكتر الأتراك طبعا تركيا طبعا نمرة 1 لأن الأغلبية بتاعتهم أكتر من 50% منهم في تركيا والجزء الأكبر من المساحة في تركيا والتاريخ الطويل من الاحتراب والقتال بينهم وبين تركيا ودولة العراق الحديثة اللي اتعملت سنة 1918 ده كانتش موجودة أصلا ده عملها الإنجليز فبالتالي طلع صدام حسين والبعث القومي والعربي والهباب ده برضو اضطهدهم. الإيرانيين أقل ناس اضطهدوهم بس اضطهدوهم برضو يعني في اضطهاد لما هم انحازوا يعني اضطهدوهم كل الدول الموجودة اللي موجودين فيها طبعا بس بدرجات أقل ممكن تقول بدرجات متفاوتة لو رتبتهم تركيا العراق سوريا إيران أقلهم إيران لأنهم أصلا متجانسين مع ما هم أصل جزرهم مادي وفارس أصلا يبقى الحقيقة أن في تقاطع عرقي كبير ما بينهم وبين الفرس دي مش محتاجة نقاش يعني فشوف هقول لك أنا بقى نبدأ بالتورانية الشوفونية لما بدأت الدولة الحديثة نتكلم عن تركيا الحديثة تركيا القديمة تحتربوا واقتتلوا مئات السنين تركيا الحديثة أول حاجة من إيه تركيا الحديثة اللي اتعملت سنة 1923 على يد أتاتورك من يومها لحد دلوقتي مات 100,000 واحد كردي قتلوهم قتل من يوم ما تكون حزب العمال الكردستاني الوحدي 1984 قتلوا 40,000 كردي و 17,000 واحد مختفي واتقتل 7,000 جندي وجيش او جندي شرطه من القوات التركيه وتكبدت تركيا 300 مليار في الفتره من سنه 84 لحد دلوقتي من اول ما جت الترانيه دول سنه 1914 1918 راح 700,000 واحد كانوا بيحاربوا معاه في الحرب العالميه الاولى ضد التانيين ومع هذا راح 700,000 كردي عشان يتركهم في اماكن بعيده يعني يعني حتى يخلط ما يخليهمش مركزين اسمه التتريك حاجه تتريك اجباري وبعد كده رحلوا 3 الى 4 مليون حطوهم في اسطنبول أخلهم 3200 قرية كردية أخلوهم ناس بسطة جدا الأكراد مش متعلمين زي الأقباط مثلا ولا حتى زي الأمازيغ ولا زي أي حد أغلبهم بسطة جدا رعاة ومزارعين يروح يرحلهم يوديهم اسطنبول المدينة الأوروبية الضخمة دي في 4 مليون كردي في اسطنبول حاليا حتى لو ما كانش يعني ما الترحيل القسري ده شيء يعني صعب ده وبعدين عملوا نظام اسمه حماة القرى يعني يراقبوا الكردي 24 ساعة حتى لو سمع أغنية كردية بلغة كردية تبقى جريمة دولة يعني اللغة الكردية كانت ممنوعة تماما حتى الموسيقى ما تقدرش تمنعها ما تقدرش تسمعها
سماحها جريمة وحاطط تنصت يعني بما يعني تنصت حماة عساكر في كل الكرة يسمعوا الأكراد بيقولوا يعني مخبرين مخبرين فده يعني الـ الـ وحتى شوف أقول لك حاجة بعد الحرب العالمية الثانية عمل إيه طيب أوروبا محتاجة عمالة راح بعت لهم 2 مليون كردي اللي هم بيدافعوا عن كردستان وعن المهم عايز ينظف تركيا من الأكراد ليدوبوا يدوبوا اللي ينقلوا لمكان قتال مرير هو حزب العمال الكردستاني البي كي كي بدأ كفاحه إلا لما وشافوا العنصرية البشعة الطورانية البشعة من طرف إن عاوزين يخلوا عرق واحد وأنا بعتقد إن سيادة موضوع الآرية في ألمانيا جت من موضوع الطورانية يعني سبقت الطورانية في تركيا واستمرنا دي المسائل اللي تعالى بقى صدام حسين ده صدام حسين ده بقى عام بحاجات وطبعا تركيا مسؤولة عن هدم كل الدويلات الكردية على مدى أربع قرون أو خمس صدام حسين بقى ده برضو بلوى تاني واحد اضطهدهم جاء سنة 88 أولا هو أول ملام زي ما قالك في كركوك بقى فيها بترولة راح أخلى الكرة الكردية ورحل الناس البسط الفلاحين وجاب عرب وسكنهم عشان ما يبقاش البترول تحت إيدين الأكراد وبعدين بدأوا هم يكافحوا ويدخلوا في كفاح مسلح ضد صدام راح سنة 88 راح ضربهم بالغاز الكيماوي سنة 91 بقى عمل أبشع من سنة من حلبجة عمل تطهير كامل باسم الأنفال أحداث الأنفال ثمان موجات من القتل ترتب على ذلك إيه 4500 قرية مأهولة بالسكان دمرت تماما 1757 مدرسة 2457 مسجد فرار 1.5 مليون كردي تدمير 271 مستشفى ده صدام حسين لوحده لولا تدخل الامريكان وعملوا منطقه عازله سنه 91 اللي بعد كده بقت حكم ذاتي واكدوها في الفدراليه في الدستور العراقي الفدرالي لولا ذلك كان شبه بيد الاكراد داخل بطيارات ودبابات واسلحه ثقيله جدا ضد ناس كرويين بسطاء سوريا عمل نفس الكلام عاوز يخلخلهم الديموغرافي جاء حافظ الاسد ينقل اتراك من هنا اكراد من هنا يحطهم هنا اكراد من هنا يحطهم من هنا يحط ده هنا ويحط ده هنا ينزع اراضيهم ويديها للعرب 300,000 كردي نزع من عنهم الجنسيه اضطهاد مستمر 300,000 كردي مش راضي يديهم جنسيه يقول لهم انت محسوبين ايه يعني مش عارفين موجودين في سوريا مش راضي يديهم جنسيه لا باسبور سوري ولا ما عندهمش هم لا شيء ما هو اصلا الاكراد دول بيتنقلوا بين اربع اماكن هم شعب واحد بيتنقلوا من هنا لهنا 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 يعني انا عاوز اقول بناء على الكلام اللي قاله الاخ الاشوري الارض دي المناطق دي كلها هم اخوات بعضيهم هم الاكراد اضطهدوا الاشوريين واضطهدوا الارمن بس المؤرخين المحترمين عارفين ان دول الشعوب القديمه الاكراد والارمن والاشوريين والسريان والكلدان هم سكان المناطق دي أرجوكوا للناس الأكراد المحترمين والقوات دول إخواتكوا ومش أعدائكوا المسيحيين هناك مش أعدائكوا دول شركائكوا في التاريخ كنتوا مع بعض وعلى فكرة دايما حتى لما اضطهدوهم الأرمن والأشوريين ما رجعوش المثل بالمثل لا إطلاقا الأشوريين والأرمن دول الأرمن أسكية جدا جدا ده بالعكس متضامنين مع الأكراد سنة 1925 شوف بعد 1916 اشتركوا الأكراد 1925 لما قامت الثورة الكردية اشترك معهم الأرمن ضد الأتراك سنة 1925 رغم أنهم لسه مضطهدينهم لأنهم عارفين أن العدو الرئيسي هو الأتراك واللي استخدمهم هو الأتراك شعب متعلمين أكتر منفتحين على العالم اكتر الارمن فاهمين الدنيا اكتر وكانوا الاكثر تميزا في الخلافه الأمة العثمانيين ليه ده في كتاب من الكتب اللي كتاب مترجمه تنبأ كان كاتبه الراجل 1914 تنبأ ان هيقتلوا الارمن مرسل من اجنبي قال هيقتلوهم لان الارمن متميزين في الامبراطوريه العثمانيه وعندهم تمييز اقتصادي وعندهم مثقفين فكان بيقول ان لازم العثمانيين هيقتلوهم
واخد بالك؟ فإذا صدام حسين اضطهدهم سوريا ما يعني ترحيل وعدم اعتراف بهم، وتقول لي أقل اضطهاد في سوريا أقل ليه من العراق؟ لأن اللي بيحكم سوريا أقلية نفسها، أقلية علوية. فبالتالي دايما هي ما تكونش على الأقليات بشكل رهيب. طب إيه إيران وإيران إيران 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 هم أقل اضطهاد لما هم انضموا، اللي عندهم يعني ملحمة اسمها ملحمة قلعة دمدم سنة 1909 لما انضموا للعثمانيين، دخل الفرس ودمروا قلعة دمدم وقتلوا الآلاف الأكراد، وعندهم جمهورية مهاباد اللي تكونت سنة 1946 داخل المنطقة الإيرانية الكردية وأسقطها الإيرانيين بعد 11 شهر. بمعنى إيه؟ عندي سؤال، معلش أنا فهمت دلوقتي كل الصورة. في وسائل الإعلام مؤخرا يعني لما شفنا الأكراد يحاربوا ضد داعش استغربوا ناس كتير، يعني كرديات مسكات سلاح طبعا ويضربوا ويدافعوا عن كرديتهم، يعني ده ما شفناهوش خالص طبعًا في أي دولة إسلامية. حتى يعني الإمارات عاملة لي طيار امرأة يعني رمزي، أشياء رمزية لكن تحمل السلاح. وضع المرأة الكردية باين أنه مختلف عن باقي العالم العربي أو اللي يسمى العربي الإسلامي الموجود. كل المؤرخين الكبار الأجانب بالذات قالوا الموضوع ده، كل المؤرخين الأجانب إجماع أن المرأة الكردية تتميز بعلاقتها المميزة مع الرجل وتقوم بكل الأدوار وتقوم بكل شيء، وأنها قوية وأنها مشاركة للرجل، وأن هناك ثقة واحترام كبير من الرجل الكردي للمرأة الكردية. وهقول لك بعض الحاجات يعني. يقول المؤرخ إرسال سافرسكيان ده في كتابه بيقول: أما النساء الكرديات فهن طبيعيات وغير معقدات وذات أخلاق عالية، وبالرغم من أنهن لسن ناعمات من منظور الذوق الأوروبي إلا أن جمال الشكل علامة مميزة فيهن، وهن مثل رجالهن حساسات جدا ومرهفات السمع للموسيقى والشعر. دي أول حاجة، بحب الموسيقى والشعر طبعا. نص مؤرخ تاني سوفيتي روسي لأنهم قريبين من الروس، فلاديمير مونوريسكي، بيقول إن الخيانة الزوجية والطلاق يندران لدى الشعب الكردي، نادران يعني طبعا. لأنه يثق بزوجته ويقدس مكانتها الرفيعة في داخل الأسرة والمجتمع. فالكرد هم الأكثر تسامحا من جميع الشعوب الإسلامية المجاورة تجاه المرأة. كل بسبب مفيش حاجة يعني متسامحين طبعا، وفي نفس الوقت يتندر الخيانة الزوجية يندر. ده أكتر من مؤرخ أجنبي قال يندر الخيانة، يندر المشاكل اللي بنشوفها عند المسلمين، يندر احتقار المرأة اللي بنشوفه عند المسلمين، يندر. ومن عزتها وكرامتها إنها لما تحس نفسها إنها تقع بتحارب معاها تدخل بالسلاح، وشكلهم جميل جدا، احنا شفناهم شكلهم جميل. لما تلاقي نفسها تقع أسيرة تموت نفسها عشان ما تقعش أسيرة عند المسلمين. حصل كده في سنة 1609 في قلعة دمدم لما كان الفرس بيقتلوا، كانوا بيقتلوا نفسهم ويرموا نفسهم في حتى لا تقع أسيرات في يد ونفس داعش. حصل كان بنقرأ قصص أن كردية تقتل نفسها، كردية تقتل نفسها عشان ما تقعش في يد داعش، كردية تقتل نفسها، تفضل الموت على الوقوع في يد العدو طبعا، على الأسر لأنه مذل لها. شافوا بقى لأن تاريخهم مع الإسلام شافوا الاغتصاب والسبايا والذل، وهم شافوا كمان ما هم نفس الكرديات اليزيديات، ما هم كرديات، ما هم أصلا. إذن هذا يدل على تميز أنه رغم أنه دخل الإسلام وللأكراد أنه ما خضعوش فعلا للإسلام، لا عملوا تميز المرأة وحده شاهد على جداً الأمر ده، بدليل أنها مش محجبة. المرأة بتلبس الزي الكردي في الأرياف، والمرأة العادية بتلبس عادي بشعرها وما فيش يعني يندر المحجبات. إلا بقى في الفئة المتعصبة المرتبطة بالعروبة دي والقرف ده، واللي احتكوا أكتر بالعرب، زي أي حاجة تحتك بالعروبة هتاخد منهم إيه إلا التعصب والكلام ده والدين والكلام. لكن التيار الرئيسي في الكرديات لا خالص، حاجة زي أزواجهم هم مالهمش في الدين قوي. بقول لك لولا شو ايه علاقه الاكراد دلوقتي بالاسلام؟ علاقه الاكراد الاغلبيه نو براكتس، يعني ما بيمارسوش الدين. الجزء الاكبر من الاكراد هم شكليا سنه 70%، والباقي موزعين 30% علويين على يزيدين على شباك على مسيحيين على كلام زيدك.
بدرجة كبيرة هو الأكثر تسامحا بالنسبة للحرية الدينية في كل المنطقة اللي حواليهم. يسود فيهم المسيحي الموصل لما هاجروا ذهبوا لمناطق كردية، هم عارفين اللي حموهم حاليا المسيحيين والأمريكان، هم يدينون بفضل وجودهم حاليا للأمريكان رغم أن هم ما بنوش علاقة ثقة مع الغرب، إلا أن لما جينا في اللحظة الحرجة ما فيش ولا دولة مسلمة تدخلت لحمايتهم اللي تدخلت أمريكا سنة 91، فبالتالي هم عارفين المسيحيين هم واللي ادوهم الجنسيات في الخارج واللي استقبلوهم كلاجئين هم المسيحيين زي ما قال الاخ، فبالتالي المسيحيين هم بداوا يفهموا وهم لازم يفهموا. وعلى فكره على فكره هم ناس طيبين، عارف لو هم مثقفين وعندهم وعي عالي كانوا فهموا الحاجات دي من زمان، لحد الان التيار الرئيسي فيهم مش متعلم بسبب اللي حصل لهم، ما حدش عاوز يعلمهم. الاتراك كانوا عازلينهم والعراقيين عازلينهم والسوريين عازلينهم مش عاوزين عارف بدرخان باشا اول عامل اماره من الامارات، بدرخان باشا ده بدرخان انا بعتبره زعيم قومي عظيم رغم اخطائه برضه هجيب اخطاء، هذا الرجل هو اللي بدا يعلمهم ويبعتهم لاوروبا وامريكا، ما كانش بيتعلمهم، ما حدش عاوز يعلمهم، عاوزين يستخدموهم بس ما يعلمهمش في القتال وفي وفي الجرائم وفي الحاجات وفي الاستباس كله عاوزين يستخدموه. فيا سيدي المرأة الكردية علامة مميزة، لا مش بس المرأة الكردية، احتفاظهم باللغة، احتفاظهم بالثقافة، احتفاظهم بالعالم القومي. أنا شايف أنه قوميتهم أعلى من إسلامهم بكتير. أعلى من تدينهم، مثل ما قال النشيد ديننا طبعا ديننا وقوميتنا هو الوطن، ديننا وإيماننا هو الوطن. فعلا هم قوميتهم، عارف ليه قوميتهم اعلى؟ لانهم عايشين وسط مسلمين، ده جزء اساسي لازم تشوفه، هم قديلهم من اول فتح الغزو الاسلامي العربي هم عايشين وسط مسلمين. السؤال اللي كنت وحكرره مره ثانيه، الاكراد ارتكبوا اخطاء، ايه اخطائهم؟ ارتكبوا اخطاء كثيره جدا، اخطاء داخليه بينهم واخطاء خارجيه. الاخطاء الداخليه الاقتتال المستمر ده بينهم، ده شيء مؤسف جدا 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 انهم يظلوا يقتتلوا طول التاريخ البشري بتاعهم كده. فده الحاجه الثانيه الخيانات، لان الشيوخ بتاعتهم دول هما سبب الخيانه، سبب الخيانات، يروحوا رايحين للناس البسطاء يروحوا يلعبوا على وتر الدين حتى ضد الأكراد نفسهم، يعني يكون العثماني مشغل شيخ ملة يروح زي كاركار اللي كان ضد كردستان، كاركار ده يعتبر كان ضد كردستان، كان عايش في كردستان لأنه الإسلام والملة كاركار على فكرة لمن لا يعرفه هو كان يعني إسلامي متشدد في كردستان اللي كان من المؤسسين لحركة أنصار الإسلام اللي التحق بيها مصعب أبو مصعب الزرقاوي اللي كانت سبب دخوله أو رجوعه أو دخوله للعراق، ومولها صدام عشان يخلخل كردستان اللي كان ممول كاركار ده، يعني خاين اللي يموله العثمانيين واللي يموله صدام حسين، كاركار ده يموله صدام لأنه الإسلاميين يفضلوا رابطة الدين على رابطة الوطن والقومية، وعاوز يخرج كردستان من الداخل بالتطرف، فما بيؤمنوش بكردستان. من ضمن أخطائهم إن هم حطوا كل أوراقهم في سلة العثمانيين لمدة كذا قرن، وضمن أخطائهم الكبيرة بقى استخدامهم لقتل الأشوريين والأرمن. دي من النقاط السوداء في تاريخهم، سوداء سوداء. هم صحيح اعتذر رئيس إقليم كردستان على اللي عملوه للأشوريين والأرمن، اعتذر بس احنا محتاجين أكبر قدر من الاعتذار، محتاجين اعتذار أكبر، وده ما عملتوش حتى تركيا يعني. لا تركيا ده رافضة تعتذر لأي حد بس هو أكثر شجاعة ونبلا على فكرة، هم أصلا ما تقارنش نبلهم بالأتراك، يعني احترامي للأعراق واحترامي للناس ومش عاوز أعمم، لكن العنصر التراني ده عبر من الغز إلى العثمانيين إلى التتار إلى غير الناس البسيطة اللي عايشة في المناكن دي من زمان. عام 1843 نفذت أمارة بوتان بدرخان باشا المحترم بك ده اللي كان عامل إمارة بتحريض من العثمانيين، الرعاة بتاعه راحوا عملوا مذبحة في الأشوريين. طب إيه النتيجة؟ الانجليز والفرنسيين امروا العثمانيين انهم يضربوا امارته وينهوها، يعني شوف العثمانيين حرضوه والعثمانيين وقعوا بامر من فرنسا وانجلترا بعد ما عمل مذبحه شنيعه في الاشوريين. سنه 1832 الامير محمد راوندوزي ده مشهور قوي قوي كان عامل اماره برضه، قام بتدمير اماره الكرد اليزيديين اخواته في العرق، وبناء على ايه؟ بناء على فتوى من ملة المزوري حرضوا عليهم وقالوا دول كفره، فراح قتلهم وهد الاماره بتاعتهم اللي كان يرأسها علي مجدي. وصلنا لنهايه الحلقه، يعني انا اسف
ومشاهدينا وصلنا لنهاية هذه الحلقة عن الأكراد والإسلام. في الأسبوع القادم سأغيب عنكم، ستكون حلقة مسجلة للقاء معكم بعد أسبوعين. إلى اللقاء.